بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل كتاب صوتي بالعربي سوف أقرأ الصفحات ونبدأ القصة. رواية كسمي تبدأ للظهور. لا أستطيع أن أصمت عندما يبدأ الآخرين بالكلام. أنا أقصد القصة تبدأ للظهور. من يروي قصتي هو هذا أو هذه الذرة من الغبار التي عرفتها. أفضل أن أسميها القصة تبدأ أن تقال. قسمي في آخر 100 سنة من عمرها المليون يوم أو سنة كما أعرف، هي عاشت ذرات الغبار أو البيض، بيض الفراشات التي هي موجودة على النهر أو حتى على جدوى الماء للري. ذرات غبار أو بيض فراشات أو سمك عندما تكون هناك أرض جديدة تهيأ لأن تكون حقل زراعي، وهناك قناة للماء يجري فيها الماء من الأعلى للأسفل. قناة الماء يجري فيها الماء إلى الأسفل، يأتي من الأعلى أو من المصب، حتى لو كان غير طبيعي هيئه الإنسان. الهواء وذرات الغبار العالقة تشم رطوبة الهواء أو بخار الماء، وقررت التزاوج.
بعد أن أتتها الحياة. أيضا قررت التكافؤ، تبدأ القصة أن تعلن فذرات الهواء أو ذرات الغبار العالقة في الهواء قررت التزاوج وإنجاب الأطفال أو البيض. الآخر من ذرات الغبار سمك، من نوع السمك وله، أي البيض بيض السمك له رحم داخل الماء، النوع الآخر من ذرات الغبار نوع السمك منه ذكر وأنثى حتى تخرج أجيال جديدة، من ذرات الغبار من البيض العالق في الهواء من ملايين السنين. اسمي اختصار من 6 شعمية، أذنت لي أن أقول القصة أو قصتها. من قبل، وذلك لأنه من قبل أنذرتني إذا قلت القصة كسمي سمحت لي أن أقول قصتها. سألتها لماذا الآن سمحت لي أن أقول القصة، كسمي قالت الآن أو لأنه الآن كل الناس كسمي قالت لي الآن كل الناس بدأوا يسمعوا ذرات الغبار مثلك، لذلك سبب ذلك أنا أكتب. اسمي هي قالت لي أوكي تستطيع الكتابة أو تستطيع كتابة قصتنا قبل أن تتحول أو أن تكون معنا وتصبح ذرة في الهواء. قلت أنا القصة بدأت
أن تظهر وتعلن، وأفضل أن تكون الحلم أصبح حقيقة. رواية الحلم أصبح حقيقة، أو خيال حلم وليس خيال علمي. انتهى المقال والفقرة برقم XIO underscore 5000I، هي المقال رقم 2 العربي أو بالعربي في الصفحات اليمنى، وباللغة الإنجليزية في الصفحات اليسرى.